عيبا ترى ينزال يصعب على بنية زيان تزينا ابن الأصيل عيبا ترى ينزال يصعب على بنية زيان تزينا شيماتنا وتشهد لنا العربان والعز رايتنا وما لا بديلا والعز رايتنا وما لا بديلا فعل اشتراه ما يفعل انسان وامي فداها روحي والمال يا الزينة فعل اشتراه ما يفعل انسان وامي فداها روحي والمال يا الزينة ترجى منه إلا فعلة الشينا لا ترجى منه إلا فعلة الشينا السلام عليكم. هلا هلا والله. سلام. هلا ومرحب. السلام عليكم. تفضلوا. ها وين شاهر؟ دورنا عليه بكل القبائل يا شيخ وما لقيناه. هي وين اختفى؟ انا شفتها بطريقي يا شيخ. وليه ما عود معاك؟ حاولت معه كثير وما رضى. يقول اني ماني مكان بالديره ولزو مرحل. تواضعنا وكل من راح بطريقه. باكر بعون الله يصير خير. العاد نسلم عليكم يا شيخ. مع السلام عليكم. بمان الله. علمني يا هياف. علومي ما هي بزينة يا شيخ. وش تقول يا هياف؟ الشيخ فواز يسلم عليك ويقول لك كثر الله خيرك. أنت ما علمته بالسالفة؟ إي بالله يا شيخ، علمته وقلت له وش القصد. إي وش قال لك؟ حين سمع القصد من شرطكم زعل وقف وقال ما بكل رجال تنزان وأنا فواز بن مكحل. وآخر الكلام؟ آخر الكلام يا شيخ يقول الشيخ فواز ما عنده كلام إنسان وهو ما يريد شيمة. شوفي يا بنيتي الزوم ما تكونين مثلن عجة تسمعي وش اللي اقوله؟ يمه محماسي بن حلال وما هم قصر. ايه يمه كل رجال بالاول تلاقينهم ما بيزين منهم لكن بعد كم من شهر كم من سنة يتبدل حالهم. ما هو بكلهم يمه. انا اعرف اكثر منك. اسمعي كلامي يا بنت. اسمعي يا سحاب اوصيش ترى هرجمش هذه يخرب البيوت يوبا. ما غير الخير يوبا. وكذا الحين بتقرا عليك وتدخل براسك كم من سالفه اوصيش ترى لا تسمعي منها ابد. انا ما ينسمع مني يا سوالم. يا هموم لا تسودي عيشه البنت محماس بن حلال ويرعاها خلهم بحالهم. الله يسامحك يا سوالم لكن هين. وايش اللي تسوينه يعني؟ ها ترى انا هالايام ما اتحمل ولا كلمه. روحي براس خشمي ويدي وفر. تضربني يا سوالم؟ اي اضربك. يوم انت زوجتني ما كان ازين مني ببنيات البدو.
الحين ما عدت عجبك يا سويلم؟ الله يسلمنا من شروطك يا شيمة. أبنك حميان زان يا شيمة. الله يسلمك يا بنيتي. ما صار صار. الله يعوضك بابن الحلال اللي يسعدك. اللي صار صار يا مهيد. ترى والله أنا كنت رايد الشيخ فواز يكون زوجا لشيمة. السلام عليكم. عليك السلام يا عراء. تفضل اقعد. أشوف بيب وجهك كلام. وش عندك؟ يا شيخ يعني أقول. قل وش عندك؟ أريد شيمة يا شيخ، واللي تطلبه أنا أحضره بإذن الله. قم قم امشي من هنا. أنت ما تستحي على وجهك. يلا. وش صار له عرار بعقله؟ مدري يا مهيد. يا مهيد شيمة هالأيام مريضة، لا تأكل ولا تشرب، وأنا أظن أني تعجلت وسمعت شورها. أنا أمشي ديرت ابن مكحم يا شيخ. لا يا مهيد. وش تقول يا مسعود؟ تروح ديرت اللي على عيان؟ يا شيخ القصد خير يا شيخ، والله شاهد علي. يا شيخ مسعود قصده. عارف وش قصده يا العود، لكن لزوم ينسى، لزوم ينسى السالفة. نسلم عليكم. الله وياك يا شيخ. هذا مسعود أخوك يا شيخ. ما أحب أسمع الكلام مرتين ثانية. السلفة صار بيها هرج كثير، وأنا ما أحب الهرج. اسمع يا العود، الجماعة لزوم يعرفون بالسالفة من أولها لتاليها، علم الربع بسالفة شيمة. زين يا شيخ زين، نسلم عليك. الله وياك. فواز الظاهر نسيت من هو مسعود. مسعود اللي يفديك بدمه يا ولادي. لا يما ما نسيت، لكن لزوم السالفة تنتهي. أرسل عدي يدورها الحين. عديل يعونك يا عمي. دور مسعود قل له حضر الحين. أبشر أبشر يا عمي. تظنين يمه أفوت مسعود؟ ابن مكحم ما يغلط يمه. طعون الله. اسوالم اسوالم اسوالم. اي 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 وش ملاك؟ وش ملاك يا عايد؟ مسعود حان؟ ليه تسأل عن مسعود؟ إيه الشيخ يريده. لله ما هو موجود. زين نسلم عليكم. يكون الشيخ فواز يريد شيء يا سويلم. إيه الزوم من أشوف وش اللي يريده الشيخ. يا أخوي يا سويلم وين تروح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بيت الشيخ. أروح وياك. تفضل تفضل. عم الشيخ ما لقيته. رح دوره يا من رعيان يا عديل. أبشر يا عمي. عديل يعونك. راح على الفرس ولا توخر يبا. أبشر يا عمي. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. إن بغيت شيء يا شيخ ترانا موجودين وارواحنا تفدى. بارك الله بيكم، لكن أريد مسعود. يا حميد يا حميد. يا عديل جيتك أخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما صدق. وإيش ملاك عديل على فرصة الشيخ فواز؟ إيه
اي مسعود بجاكم؟ مسعود؟ اي اي مسعود ما جانا اليوم. زين نسلم عليكم. بامان الله. عدل على فرصة الشيخ فواز يسأل عن مسعود. وش يريد عدل من مسعود؟ يكون الشيخ أكرم عدل وانطى فرصة. خس عدل الشيخ ما ينطي فرصة. وكاد بشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حلي العود. عم الشيخ فواز ما لقيته. وش تقول؟ دورت عليه كثير وسألت الرعيان كلهم قالوا مسعود اليوم ما جانا. زين الخصور يا جماعة. الله يا أشوف الشيخ مشغول البال. ما غير الخير إن شاء الله. هو مسعود جراله شيء؟ وش جراله؟ الحين بيعود. أنتم مش بلاكم؟ أنا جيت أسأل الشيخ إن كان يريد شيء. لا أنت زعلان يا سويلم. أنا هم أنا زعلان. إيه بشرك الله بالخير. بشرك. نسلم عليك. نسلم عليك. مع السلامة. مع السلامة. الشيخ فواز بروحه راح يدور مسعود. طال عمرك يا شيخ فواز ويعمر بيتك. انت زعلت مني يا اخوي؟ انا انزعلت يا شيخ، ما زعل منك. احيف عليك يا مسعود، ما كنت اتخيل بيوم انك تزعل مني. انا زعلت من روحي، ليه تدخلت اكثر من اللازم يا شيخ؟ يا مسعود انت حق لك تتدخل بكل شيء، ولا نسيت ان انا اخوك؟ انا انسى يا شيخ. بارك الله فيك، خلنا نمشي. وش اللي جرارك يا شيما؟ لازم تنسي اللي براسك. انسى؟ اي تنسي. ما اقدر يا بنيتي. ما صار صار. يما انا غلط. اللوم ما ينفع يا شيما. ادري يما ادري. ما ادري وش اللي جرى لشيما يا مهيد. إيه البنية تدلل يا شيخ. لا بالله يا مهيد، شيمة ما هي من البنات اللي يتدللن. شيمة أخت رجال. وكاد رد ابن مكحم كان قاسي عليها يا شيخ. أسألها ما ترد أبد. تقول إنها انعقد لسانها ودايما تدوم الدمعة بعينها. وأنا من يوم انولدت شيمة ما شفت دمعة بعينها. أكم من يوم وتنسى السالفة يا شيخ. أظن أنها تحس بالندم. إيه أنا أقول بتنسى السالفة، لا تخاف عليها يا شيخ. نسلم أمرها لله. إيه ونعم بالله يا شيخ. يا هلا يا هلا. يا مسعود يا عونك يمه. عونك احسابك انت وفواز علي انا. ليه يمه تهددينا؟ احنا شو سوينا؟ ما يصير تتزعلون بيوم من الايام، تفهمون؟ احنا نتزعل يمه ليه؟ انا اقول وانتم بتسمعون كلامي. كلامك على الراس والعين يما. يسلم راسك يا النشمة. ام فواز تعاملنا وكنا عيال. ام فواز الروح تفداها يا شيخ. وانت فداك الروح يا اخوي. طال عمرك يا شيخ. تفضل.
والشيخ فواز أرسل الشيخ العليان بأنه ما يريد شيمة. إيه بالعوان وأنا سامع كل شيء. إيه سويلم، أنت تدري من هي شيمة؟ إيه ومن هي يعني؟ بنت العليان. شيمة، شيمة من زين بنيات البدو وصاحبة راي وتفهم، ويقولون عنها بعد إنها أخت رجال. إيه سمعت عنها. إيه زين، لكن ما والشيخ فواز ما يتزوج الحين؟ ها سحاب وتزوجت، لا تشغلين بالك. لا يا سويلم ما يصير، الزوم نعرف كل شيء، حنا من هالديرة بعد. زين 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 زين، يوم أعرف أعلمك بكل شيء. بعد بي شيء ثاني؟ سويلم بسألك، الشيخ فواز كيف تعرف على شيمة؟ بالقميص. بالقميص؟ تضحك علي يا سويلم؟ أنا أدري كيف تعرف الشيخ فواز على شيمة يا هموم. مالك ومال الناس، ترى تموتين بهمك. أنا يا سويلم؟ لا أنا غلطت، كيف الهم يموت هموم؟ لا ما يصير، ما يصير ابد. قل للرجال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا يا شاهر، يا هلا مرحبا. تفضل يا اخوي. كيف حالك يا اخو؟ الحمد لله، الحمد لله، دوم اني بديره الشيخ ابن مقحم. يا هلا بك، يا هلا يا شاهر. يا شيخ قل. يا شاهر اللي سويته معي ترى ما انساه طول عمري. يا اخوي لو انا ما اعطيتك غير يعطيك، ما اكثر من اهل الكرم والجود. يا شيخ انا حين عودت الديره ورحت الشيخ العليان قال لي باني توخرت، وانه اعطاك كلام وقال فيه شرط بينكم، ان نفذته تكون شيمة لي انا، وان ما نفذته شيمة لك يا شيخ. واجي شاهر وش عندك؟ انا قلت لله وقدام الجميع شيمة ما هي لي، شيمة للشيخ فواز بن مكحم، الشيخ فواز اللي اعطاني وما سأل عن اسمي ولا من اي عرب انا. اسمع يا شاهر، انا عرفت حين اعطيتك اني اللي اعطيتك يا هو مهر شيمة ولا تراجعت. صحيح يا شيخ. والحين اللي تريده ابشر بيه. علمني هياف، صدفته بالطريق، علمني بكل شيء. لكن يا شيخ انا تركت ديرتي وجيتكم. يا هلا بك يا شاهر، انت بين هلك وربعك. يا شيخ لي طلب عندك، ارجو من الله ثم منك بانك لا تردني. ابشر يا شاهر باللي تريده. الحلال اللي اعطيتني اياه يا شيخ انا رديته معي. وش اللي تقوله يا شاهر؟ انا اعطيتك. يا شيخ انا عندي اللي يكفيني، غير يكون بحاجتنا اكثر مني. بارك الله بيك يا شاهر، لكن اللي جاك ما يرجع وما اريد كلام ثاني. بارك الله بيك يا طويل العمر، انا تسمح لي اكون قصيرك كم من يوم وبعدها ادور لي ارض اسكن بيها. تبقى بديرتنا يا شاهر ويا هلابك، وما نسمح لك تروح الا على ديرتك. حبل الوداد انقطع، يا دمعي سياحي، يا عيني جودي، الدمع والليل رواحي. تمضي الليالي وانا نوح على نواحي، صار السهر من بعدهم يا ليل صباحي. يا قلب انا وش طلعك صوب العالى وتعبت علي، يا قلب انا من العالي، قل لي لرد راس النابع وش رعب انا ومن غير راس النابع ما يحلالي. اي وكيف هذه يا سرحان؟ ما تشرب الا من راس النبع؟ عوذه عليك يا سرحان، عوذه. العنزه الجربه هي اللي ما تشرب الا من راس النبع. ها اي زين وش عليه؟ ما يضر. اي انا ما اشرب الا من راس النبع. اي سرحان انت وش ملاك؟ وش ملاك إيه؟ علامك يا اخوي سوالم، علامك طول الليل تقصد، انت ما تنام، انت سهر الصرصر انت. اي شوف يا اخوي سوالم، شوف ترى انا والحمد لله
ما أسرق ولا أكذب ولا أنم، والربع كلهم يحبوني، إيه كلهم يحبوني. لكن إن كانت ربابتي تأذي الجميع ويتكدر خاطرهم، ترى والله والله أحلف عنها أنا. أنا ما قلت اللي قلته، ما قلت اللي قلته، لكن القصيد بأول الليل وبتالي الناس تنام يا سرحان. إيه زين يا سوالم زين. أنت زعلت؟ لا لا ما زعلت. زين الحين سمعني قصيد، لكن بالهدى بالهدى. أنا ترى ما هو جاييني نوم. ياه والكلام اللي قلته يا سويلم. أنا يا أخوي سرحان بالي ما هو بمرتاح، ما هو بمرتاح، وقلت اللي قلته. لا تزعل. ياه إن كان بالك ما هو مرتاح تقوم علي أنا وتشفي غليلك مني؟ عاد هذا الكلام ما له لزوم. كلام أنا؟ هي علينا الحق علينا اللي طلبت من القصيد. أنا حين جيتك سمعتك وأنت تقصد العنز الجربة. أنا؟ إلا أنت قصد العنز الجربة قصد. أنا من بحال قصيدك. عودة عودة. إيه أقصد للعنز الجربة أخير منك يا سويلم يلي ما تعرف تمسك لسانك إلا طلاط عن الكلام الشين. ولعتني بالهوى وامسى علي الليل، يا قلب السك عشق الحب فالضاحي، عيون المها ترمي قوي الحيل، وحذرك يا قلب خلك ترى صاحي، كم واحد من فوق ظهر الخيل من نظرة عيون المها طاحي. كيف أنسى؟ كيف أنسى يما؟ ونشيمة أيام زمان، ونشيمة اللي قلبها كما الحجر مايلين لرجال، ولا نسيت شروطة ششيمة؟ ما نسيت، لكن عمرها قلبي ما تعلق برجال. وأنا حين قلت عنك العاصية زعلتي وتكدر خاطرك. يما لا تزيدي على قلبي واللي وفقك. أنت اللي حالك غدبت عسحال، أنت اللي شغلة بالي وبال أبوك. عودي شيمة كمول. شيمة كمول راحت، شيمة اليوم قلبها تعلق بنجم، والنجم ما ينطال. أدري ما ينطال، لكنه ينشاف. حنا ما صدقنا إن الله سبحانه تعالى شفاك. وش بلاك بنيتي؟ هالحزن يعمل قلب يا بنيتي، لكنه يريح يا يما. أمي ما أسمع لها صوت يا مسعود. هي بالله يا شيخ ما سمعت صوتها. صبحك الله بالخير يما. صبحك الله بالخير يا وليدي. أشوف الدمع بعينك يما. لا تشغل بالك يا أمه، تذكرت الأيام اللي مضت وأدمعت عيني. تفداك روحي يا أمه ولا أشوف الدمع بعيونك. بارك الله بيك يا وليدي. يا بركة هالبيت، ما تقولي لي ليه تبكين؟ قلت لك يا أمه لا تشغل بالك. مريضة يا أمه؟ لا يا أمه أنا بألف خير، لكن حيلي مهدود شوي. قل لي يا أمه أفطرت أنت ومسعود؟ إيه يا أمه أفطرنا. زين يما رحنا المجلس ولا تشغل بالك. قم يا وليدي. بعود عليك يما. الله وياك.
خير يا شيخ؟ ام فواز بها شيء؟ ما ادري يا مسعود يا اخوي، هالايام الدوم مهدود حيلها والدمع بعينها. عسى الله خير يا شيخ. انا السبب، انا ادري وش اللي غير احوالها. هلا هلا بحجير. هلا بك يا شيخ، كيف حالك وحال جماعتك؟ كلهم بخير والحمد لله. ها وقطع الطرق؟ ما دمت انا حي ما يلوحون العربان ابد يا شيخ. بارك الله فيك. نريد المال والسلاح يا شيخ. اي من مدة ما هي طويلة اعطيتك يا حجير. قطعين الطرق كثار يا شيخ، ولزوم تظل عيوننا سهرانة، ولا نلاقيهم كل الديرة ينهبون ويحرقون. أبشر يا حجير. الشيخ الحميدي ما قصر، أنطاني سلاح والمال، والشيخ هايل أنطاني سلاح. والمتى يا حجير؟ لزومنا نخلص منهم ونرتاح. قريب قريب يا شيخ، أغزيهم وما أترك لهم أثر بعون الله. ها مريت الشيخ ابن مقحم؟ الشيخ ابن مقحم يقول إن كان بي قطاع طرق خلهم يجون ديرتي يا حجير، وأنا تكدر خاطري من الشيخ فواز. ترى والله ابن مقحم على حق. أقول يا شيخ، ليه حجير ياخذ المال والسلاح؟ حنا نحمي حالنا يا شيخ. قطاع الطرق أكثر يا عايد، وحجير يقول إنه هو اللي طاردهم. وحنا نجونا نسكت؟ لله يا عايد ما نسكت، انجونا ما نقصر، ترانا الجميع يد واحدة. أقول يا شيخ. قل يا عايد. سالفة حجير ما هي بسيطة يا شيخ. أدري يا عايد، أدري بين سالفة حجير ما هي بسيطة. قطاع الطرق أهون، أهون بكثير من سالفة حجير ونواياه الشينة. حجير الخسيس اللي كان قاطع طريق يريد يحمينا يا شيخ. خسوا أنا فواز بن مقحم يا شيخ. هزوم تشوف طريقة تعلم بها الشيخ العليان والحميدي وهايل والجماعة كلهم بأن حجير صار قوي وينخاف منه. صدقت يا العود، وهذا اللي كنت أفكر بيه. قطاعين الطرق ما هم إلا من رجاله، ويكاد يا شيخ يسلب وينهب ويجينا يقول يريد يحمي العربان من قطاع الطرق. دوم بي قطاع طرق يغزون وينهبون ويحرقون، ليه ما جونا؟ من اللي يقدر يدوس أرض بن مقحم بالشر يا شيخ؟ ما حد يقدر، بعون الله وهمت أهلها. فهمتك يا شيخ طال عمرك. الله يرحم الشيخ مقحم. يا نشامة، حنا عايشين بديرتنا بأمان والحمد لله، لكن يا ويلي اللي جينا قاصد شر. اللي ما يعطينا المال والسلاح من غزيه ما من كلام ثاني. حتى لو كان ابن مقحم؟ حتى لو كان مقحم ذاته. على أمرك يا حجير. لزوما يدفعون، ما كون حجير ان ما خليتهم يدفعون. اي قصيدة زينة. يا هلا يا هلا بالنشمة. هلا 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 يا هلا مسعود. هلا والله كيفك يا شيخ؟ هلا بك. هلا ابو مسعود. يا هلا بيك. حياك الله. كيف حالك؟ حياك الله. تفضل تفضل هان. تسلم يا شيخ. كيف حال الربع؟ الحمد لله. عمير يا عولك يا عمي، صبك هوا للضيف. ابشر يا عمي ابشر. حي الله شيخ. يا هلا هلا. حيا الدوم يا شيخ. يا هلا بالضيف. حياك الله. هلا تسلم تسلم. قهوتن دايمة يا شيخ. عافية. طمني وش احوال الشيخ فواز؟ الشيخ فواز بخير ويسلم عليك يا شيخ. سمعنا القصيدة اللي قالها. وش هالكلام الزين. الحق انه ابن مقحم رحمت الله عليه. رحمت الله عليك يا شيخ مقحم. يا شيخ انا ما توخر، لزوم اعلمك بالله وصاني بيها الشيخ وامشي. وليه العجل يا مسعود؟ الامر مهم يا شيخ. زين زين يا مسعود تكلم. يقول الشيخ فواز انا اعطيته حجير المال والسلاح تكونون على خطه يا شيخ. حجير سلفته ما هي بسيطه، الزوم الجميع نحطات منه، ويرجاكم انكم ما تعطوه شيء يا شيخ. بلغ الشيخ فواز بين كلامه كله صحيح. ما صار صار، لكن بعد اليوم ما يصير الا الخير بعون الله. حياك الله يا شيخ، نسلم عليكم. بمان الله بمان الله، دربك خضر. الشيخ فواز صاحي. وانت يا شيخ تدري زين بسالفة حجير. اي ادري ادري، حجير قوي بسلاحنا ومالنا، كان ما وراه شيء
كان قاطع طريق يا شيخ. أدري، لزوم نلاقي طريقة نتخلص فيها من حجير. استغفر الله العظيم، منين جان حجير هذا؟ يا هلا بالضيف، يا هلا بالضيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا يا هلا يا هلا بالضيف، حياك الله. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالشيخ. تفضل يا ضيف، تفضل. حياك الله يا شيخ. يا هلا يا شيخ، انا مسعود خوي الشيخ فواز بن مكحم. يا هلا مسعود، يا هلا. كيف حال الشيخ فواز؟ الحمد لله يا شيخ، بخير ويسلم عليك. يقول يا شيخ فواز، يا شيخ وش يقول؟ انا اعطيته حجير المال والسلاح، تكونون على خطأ. حجير سالفته ما هي بسيطة يا شيخ. علم الشيخ فواز وقل له ان عطينا حجير المال والسلاح هو يدري ليه، لكن انا بروح يم الشيخ فواز واتكلم معه ويصير خير باذن الله. تريد تعلم الشيخ فواز باي شيء ثاني يا شيخ؟ قل له للشيخ فواز حنا حريصين على مالنا وهلنا وحلالنا، لزوم ان نتصرف بحكمة. زين يا شيخ، نسلم عليكم يا الربع. بامان الله، بامان الله. وش رايك بشرب المقحم يا شيخ؟ ما غيره صحيح، لزوم تحركنا من زمان. ويله اللي قابلنا بالشر، لزوم نفكر بالعقل وبعدها يصير خير باذن الله. مرسول بن مكحم، يا وجه السعد، يا هلا بطلتك. ضحك لك الزمان يا شيمة. وكاد بن مكحم أرسل مسعود يريدني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا 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 بمسعود، تفضلوا. هلا بك يا شيخ. يا هلا ومرحب. حياك الله. كيف حالك يا مسعود وحال الربع كلهم؟ كلهم بخير ويسلمون عليك يا شيخ. ها، والشيخ فواز؟ الشيخ فواز يسلم عليك يا شيخ. سلمك الله. يقول الشيخ فواز يا شيخ. ها، وش يقول؟ يقول ان اعطيته حجير المال والسلاح تكونون على خطأ. حجير لا تمله يا شيخ. بلغ الشيخ فواز، حنا اعطينا حجير المال والسلاح من زمان، لكن الحين صار كلام ثاني. الحين حجير صار قوي بالحيل، ولزوم ان نحسب له الف حساب. انا بمشي يا شيخ، انا بعجل من امري. الشيخ فواز اوصاني امر الجميع واعلمهم. لا يا مسعود لا، الليله تبات عندنا وباكر الله وياك. ما اقدر يا شيخ، انا بعجل من امري. كثر الله خيرك، نسلم عليكم. وعليكم السلام. زين يا مسعود، تفضل. الله وياكم. تفضلوا يا الربع. خلصت له يا شيخ. تقول له يا مسعود، ما أحب على قلب الشيخ العليان من أنا أعطيك شيمة. تقول له لزومني يراجع نفسه، ترى شيمة حلفت عن رجال بعده. الشيخ فواز تكدر خاطره من شر شيمة، وزعل أكثر يا شيخ حين عرف انها تريد تزينه. اي بالله الحق معه، لكن صار اللي صار. ابشر يا شيخ. تقول له اللي يقول عنه ابن مقحم عن حجير حنا وياه. زين يا شيخ، نسلم عليكم. بامان الله يا النشمي. الفرس. بامان الله. مع السلامة. سلمك الله يا سعيد. Thank you.
اشوف تبكين يمه. لما بكى بنادم مره يمه وبعدها مره يصير عاده. مصعب من ان البكى يصير عاده. ميت رجال يتمنون شيمة وش بلاش؟ ما في بالدنيا الا بالمكحم. يما اتمنى فواز بالمكحم يكون زوجا لي ما غيره. لكن غصبتولي انا مع صمرت ولا مربوي. قل لي يا العود، كيف يكون الحل مع حجير؟ ابوك الشيخ الله يرحمه رحمت الله عليه كان حين يفكر بأمر مهم، يقول أعطوني مهلة وما من أمر يصعب علي بعون الله، ويروح بعدها خلف البيت ويصلي ثم يدخل علينا والحل معاه. وما أخفيك سر، كان بعض الأحيان يأخذ شور مفواز. مفواز يا شيخ بنت جاويد. تسلم يا العود تسلم. وحل سالف تحجير أنت تقدر عليها يا شيخ، وأنا أخذت بشوري. أنا أقول حجير لزومتي حضره هان، لانه هو السبب كل اللي يصير من سرقه ابوك. شورك احضره هان يا العود؟ هذا شوري، وان كان عندك شور ثاني اسمعه. بفكر يا العود، وان حجير تطاول اكثر اخذ بشورك. بارك الله بيك يا ولدي. تسلم يا العود، كل ما أشوفك أتذكر أبوي وكاد أنك بركة هالديرة. صاحب الشور مثل ما كان يقول أبوك الشيخ، هو اللي يأخذ بشور الجميع وبعدها يطلع بشوره. رحمة الله عليه. يا خسيس يبان بوجهك. اسكت يا ندل. علامة مسكناه بالصحراء وخلنا فرسه وباروته. ضبعان يعونك. أبعدوا من هان وارموا بالصحراء وحين يكفي طخوه. على امرك يا حجير. اسمع يا ضبعان. سمع يا اخوي. من الحين ورايح تقول لي يا شيخ. تسمع؟ على امرك يا شيخ. خذوه. قم 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 الندل. لزوم الجميع يقولون للشيخ، وش قصدي؟ المال والحلال عندي، الرجال والسلاح عندي، وانا اقوى منهم جميع. هي اقوى منهم جميع. هي مزينها من كلمه الشيخ حجير. وش بلا قطاع الطرق هالايام يا شيخ؟ ما يمر يوم الا ونسمع برجال انقتل وحلال انباك. الصبر يا عايد صبر، كله يهون بعون الله. والمال والسلاح اللي ياخذه حجير، مو هو اللي يقول ما يترك واحد منهم؟ يا عايد الجميع الحين يعرفون سالف تحجير. يا شيخ اللي يصير ما ينسكت عليه. لله ما نسكت، خلى الجميع عيونهم منفتحة هالايام، وعقبها يحلها الله. نعود حجير يطلب المال والسلاح تعطيه يا شيخ؟ اي خاصة هي خلصة ولا الشيخ هايل. فواز محدودة الحيل، الدمع دوم بعينها الأيام. أقولها مريضة يمه، تقول لي لله الحمد لله. فواز مريضة؟ لله يا العود ما هي بمريضة، لكن مثل ما قلت لك محدودة الحيل ودوم بفراشها. وانت تعرف السبب يا شيخ؟ أظن السبب هو زواجي. إن كان زواجك هو السبب لزوم تزوج بالحال يا شيخ، أم فواز بركت القبيلة. لو تبغى عيوني أعطيها، إن كان السبب هو زواجي بتزوج بتزوج بعون الله.
عبد الله الحين حي. ابن مقحم يرسل الجماعة ما يريد أحد يعطيني شيء، وقطع الطرق من يردهم. قطع الطرق؟ اي قطع الطرق. حنا يا اخوي قطع الطرق، هو في غيرنا يا اخوي؟ تقول يا شيخ افهم. للحين للحين يا شيخ ما خذ لساني عليه. يا شيخ احجير، يا شيخ احجير تسمع اللي يفتهم. قل يا شايش وش عندك؟ انت ما تسمع بشيمة بنت العليان؟ وش بلاها؟ ازين بنات البدو، فهيمة وزينة وتقول الشعر. وش تقول؟ تصلح لك زوجتن يا اخوي. تقول تصلح لك زوجتن يا شيخ؟ تفهم؟ اي يا شيخ يا شيخ يا شيخ، انا مرة شفتها على الغدير بديرتهم. وش تقول فيها يا ضبعان؟ اقول قمر ويمشي على الأرض. أفكر بالأمر. يجوز شيمة اللي تكلمون عنها ما تناسبني. شيمة؟ شيمة بنت العليان يا شيخ. أشوفها بالأول وبعدها أقول أتزوج ولا ما تزوج. لكن كيف نشوفها؟ شيمة يا شيخ ترد الغدير كثير من الأيام. باشر تدلوني عليها. أبشر يا أخوي. أنت وش فلاك؟ ما تفهم؟ أبشر يا شيخ، أبشر يا شيخ. زين العليان ما يرفض لي طلب. باشر أشوفه وإن عجبتني يصير خير. يا نشامة يا عرب الشيخ هايل. علامك يا اخو علامك. يا عايد وجه وجه سالفه يا ربا. خير ان شاء الله يا مسعود، خير ان شاء الله. خير خير يا عايد. ومن يكون الرجال؟ ما اعرفه، اصله الطبيب. الرجال الحين حي. حماد، حماد اخوي. يا شيخ هايل، يا شيخ هايل. وش بلاك يا عايد؟ حماد جليل يا شيخ هايل. حماد مسعود عالك يا شيخ. قل لي يا اخوي وش السالفة؟ ما غير الخير يا شيخ، اسمه للطبيب بعد اذنك. الرجال الحين حي. عايد يعينك، خذوا للطبيب بالحال. بالحال يا عمي بالحال. العجل اخوي على هونك من الربع. الرجال جروحه بليغه. قل لي يا اخوي وش السالفة؟ السالفة يا شيخ، وانا معود من ديرة الشيخ العليان بالصحراء. انا بمشي ديرة الشيخ هايل. يا العود انت ما تقدر على السفر وانا اخوك. اقدر الامر المهم. زين زين، حين يلفي مسعود يصير خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا يا مطلق، تفضل تفضل يا اخوي. انا زعلان منك يا مطلق. ما اقدر ازعلك يا شيخ، ما اشوفك الايام. للحين يا شيخ بيوجع، يروح ويرجع. لكن الحمد لله وجهك زين. الحمد لله يا شيخ. ما تبخل علينا بقصيدك يا اخوي يا مطلق. ابشر يا شيخ ابشر. زين بشير خير يا اخو. انتم لو سمعتم قصيد سرحه ابن حلال. تصدق يا شيخ ظن صوته يطرب، ما اشوفه هالايام. عد حلاله. هاي عايد وش حال حماد؟ بخير يا شيخ الحمد لله، وبدنا الله يشفى. يا مسعود قولك يا شيخ. بلغ الشيخ فواز باللي صار، وحين يشفى حماد ويتكلم ونعرف من هو وش السالفه نرسل نعلمكم. زين يا شيخ. عمير يا عولك يا عمي. هات شماخ وعقال مسعود بالعجل. تامر يا عمي. كثر الله خيرك يا شيخ. كثر الله خيرك انت يا النشمي. حياة حماد على يد الله ثم يدك، وهذه ما ننسى لك اياها يا مسعود. حياك الله يا شيخ ومكثر الخير. هات تفضل. حياك الله. اسلم عليكم يا الربع. زمان الله. زمان الله. زمان الله. دربك خضر يا مسعود. سويلم ليه مهموم يا سويلم؟ أفكر أفكر بالهموم يا هموم. إيه تقول عندك علة. إلا يا هموم، عندي علة، عندي علة يا هموم. كلامك صحيح، هو رجال اللي بهالدنيا كلها ما عنده علة. إيه وش تقصد يا سويلم؟ أنا اللي قصده
ما هو انت؟ اقصد سرحان. سرحان يا بعد قلبي. سرحان؟ وش بلاه سرحان؟ وتجابه عبالك. يريد يتزوج المساكي. المساكين؟ قال يريد يتزوج يكون مساكين يا سويلم؟ وينبكى عليه بعد. ايه، هل يسمعك تقول هالقول؟ يقول الرجال مظلوم. ايه، انا مظلوم، مظلوم يا همو. من يوم انت زوجتش ما شفت لون سنونك. وش رايك؟ وش رايك اشوف وجهك وانت تضحكين؟ ها؟ ما بي شيء يضحك يا سويلم. ما بي شيء يضحك؟ تدرين يا هموم، بي رجال إن كان بقبيلتنا ما يضحك. الجميع يشرطون على بعضهم البعض أن أضحك وأن أضحك وأن أضحك وما ضحك. وفي يوم جاه رجال وقال له أنا أضحكك. سولف وسالفة وضحك الرجال. ضحك 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 تمنه غشك. تدرين وين جراله للرجال يوم الضحك يا هموم؟ لا يا سويلم، ما ادري وش اللي جراله. مات، مات يا هموم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على سلامتك يا مسعود. سلمك الله يا شيخ، سلمك الله. يا هلا يا هلا بمسعود. يا هلا، كيفك يا مسعود؟ حياك الله. اي علمني يا مسعود، وش اللي سويته؟ اللي وصيتني بيه يا شيخ. وصلت ديت العليان وعلمت الشيخ باللي وصيتني عليه. والحميدي وهايل الجميع، بلغت الجميع والجميع بخير ويسلمون عليكم. سلمهم الله. وش كان ردهم يا مسعود؟ رد الجميع كان قريب من بعضه يا شيخ، ويوعدونك انهم ما يعطون حجير المال وسلاح. زين، يقولون بدية الشيخ هايل انه ما من يوم يمر الا وينقتل الرجال وينهب حلال. وانا معود من ديرة الشيخ لعليان لقيت رجالا مرمي بالصحراء، ظنيته اول ما شفته ميت، لكن الحمد لله لقيته حي. حملته معي على الفرس ورحت به ديرة الشيخ هايل. تقول لقيته مرمي بالصحراء؟ اي بالله يا شيخ. وحين دخلنا بيت الشيخ هايل طلع رجال من عربهم اسمه حماد. وش قال الرجال؟ الرجال الحين ما تكلم يا شيخ، ويقول الشيخ هايل حين يتكلم حماد نرسل مرسول نعلمكم بالسالفة. زين يا مسعود، ما غيره ورا هالمصايب. الصباح لزوم نكون عند الغدير بديرة العليان. لزوم نمشي الحين يا شيخ. نمشي يا شايش، ليه ما نمشي؟ لك أقول يا شايش، ما يخاف من قطعين الطرق؟ قطعين الطرق يا أخوي حجير. أخوك حجير، أنت ما تفهم، ما تفهم. نسيت نسيت يا شيخ. أقص لسانك إن ما تقول يا شيخ مرة ثانية. يا ربعاك، الشيخ حجير ما منه بالقبائل، لزوم ما تنسى يا أخوي. زين، أنا ما أنسى بعد الحين، ما أنسى أبد. كل شيء جاهز؟ دوم دوم، كل شيء جاهز يا شيخ. شايش يا عونك، توصل الجماعة ما ينامون أبد، هلزوم الحذر. أبشر أبشر يا شيخ. تسمع تسمع يا ضبعان اللي يفتهم؟ هلا اسمع يا شيخ. نمشي. وبعد يا مسعود؟ ويقول الشيخ العليان ما عز منك على قلبه ولزوم تعافي يا شيخ. يا مسعود، انت ترضى بان الشيخ فواز تزين بنية؟ لا بالله يا شيخ مرضى، لكن القصد خير يا شيخ. شوف يا مسعود، عونك يا شيخ. لزوم ننسى سالفة شيمة، واللي حنا بيها الايام اهم. اللي تشوفه يا اخوي. أدري يا أخوي يا مسعود بأنك تريدني أتزوج شيمة، لكن شيمة وأبوها أخطوا معاي. يا أخوي ما يسامح إلا الرجال، وأنا أقول لو سمحت يصير خير. وأم فواز تريدك تزوج وما مثل شيمة بالعربان كلها. أم فواز الأيام مهدود حيلها ودوم الدمع بعينها. أم فواز ما تستاهل إلا الخير. أم فواز
مساكم الله بالخير. يا هلا يا هلا بشاهر. تفضل يا هلا بشاهر. تفضل الهان. يا هلا ومرحبا يا شيخ. انا بترخص لي باكر برحل. ترحل؟ ترحل وين يا شاهر؟ ما ادري يا شيخ، لكن لزوما ارحل. حد من ربعنا اذاك يا شاهر؟ لله يا شيخ، انا لقيت الكرم واهل الكرم ديرتكم. اسمع يا شاهر. سمع يا شيخ، ان كنت تريد تعود ديرتك الله وياك يا اخوي، لكن ان كنت تريد ترحل ديرتين ثانيه ترى تكون اخطيت معاي. يا شيخ انا بروح ديرتي كم من يوم وبعود بعون الله. ان كان هذا الكلام صحيح الله وياك، وان كنت تريد حد من الجماعه يرافقك يا شاهر ترى ابشر. انت كفيت ووفيت يا طويل العمر، كفيت ووفيت. يا شاهر يا اخوي، قطاع الطرق كثر الايام ولزوم تاخذ الحذر. يا شيخ انا بترك كل شيء عندكم بروح بروحي. روحت وتركت حلالك عندي وما عودت تكون ما انت برجال يا شاهر. يا شيخ الحلال حلالك وبعود بالعجل بعون الله. زين زين، الله وياك يا شاهر. الويل بريحة من هالي ما وديت، لأن الغزاي على دربي يا قذل تام دعنا بوزت، من شوفته انشلع قلبي. انت من يوم اللي شريت الربابه ما تنام الليل، ليه يا سرحان ليه؟ تكون عاشق وانت ما تدري يا سرحان. انت وش اللي يشغل بالك ان ما كنت عاشق؟ ما ادري انا ما ادري وش السالفه. دنياك ما دامت لابو زيد وذياب. اي ابو زيد وذياب، انت وش اللي جاب الهرج هذا لك يا سرحان؟ وش اللي جاب الهرج هذا لك؟ شوف شوف، الفجر قرب يطلع وانت ما نمت يا سرحان. اي انت لزوم انت نام يا سرحان. اي لزوم انت نام. يلا. ايش هي ما اللي تقولون عنها؟ لزوما تلفي الغدير يا شيخ. وان ما لفت؟ بتلفي بتلفي يا شيخ، انت بس طول روحك. هشيمة يا شيخ حجير. هي يا شيخ هذه شيمة. سبحان الله على ذا الوجه، هذه شيمة بنت عليان؟ اي يا شيخ هذه شيمة. وش بلاهم؟ لازم اعلم ابوي. وش رايك بزينة؟ انا قلت لك انت ما صدقتني.
أنا أقول نروح نطلب شيمة. إيه أنت روح وأنا عود مع الجماعة، ترى نروح يتلع علياني عرفني وبعدها ما يعطيك يا شيخ. جبان؟ إيه يا شيخ جبان؟ إيه يا شيخ أعرفك جبان. أرجاك يا شيخ أرجاك. راح أنت طبعاً الديرة وأنا أروح بنفسي ديرة العليان. زين اللي تشوفه. أسكت اللي تشوفه. زين ابن الأصيل عيبا ترى ينزال يصعب على بنية زيان تزينا ابن الأصيل عيبا ترى ينزال يصعب على بنية زيان تزينا شيماتنا وتشهد لنا العربان والعز رايتنا وما لا بديلا والعز رايتنا وما لا بديلا اشتراه ما يفعل إنسان وامي فداها الروحي والمال يا زينة فعل اشتراه ما يفعل إنسان وامي فداها الروحي والمال يا زينة ترجى منه إلا فعلة الشينا لا ترجى منه إلا فعلة